السلام عليكم، معكم فدوى وقناة قطتي. الوصفة ديالنا اليوم هي من أسهل ما يكون لأنها فقط بثلاث مكونات رائعة جدا، حلوة لذيذة كتجي معلكة. كيمكن لنا نحضروها ككوكيز للأطفال المدرسة، كتجي جد رائعة ومعلكة. كنتمنى تنال إعجابكم الوصفة ديال اليوم وفرجة ممتعة. اذا غادي نحتاجو في المكونات بيضه واحده، عندنا كاس ديال العنبه ديال الشوكولاته الخاصه بالدهن. كيمكن لينا نستعملو اي نوعيه كتستعملو في البيت ديالكم، كيمكن لينا نستعملو نوتيلا او اي نوع اخر. وعندنا كاس ونص ديال العنبه من الدقيق. المقادير بالضبط بالكرام غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اذا هندو هما فقط المكونات سهلين وغادي يمكن لكم تحضروهم في وقت وجيز جدا. كيمكن لكم ديروها كنشاط مع الاولاد ديالكم هاد الحلوه لانها سهله سهله جدا جدا. اذا غادي نبدا. اول حاجه انني غادي نفرغ الشوكولاته في الانيه ديالي. عندنا الشوكولاته انا مستعملش نوتيلا، استعملت نوعيه اخرى، ودائما تيبان الفرق دائما غير في المذاق. كيمكن لكم تستعملوا اللي متوفر. غادي نضيف لها البيضه اخرى وغادي نحركو حتى غادي ينسجم عندنا الخليط. من بعد ما كينسجم ليا الشوكولاته مع البيض بهذا الشكل وتيولي القوام ديالو كريمي، كنضيف الدقيق وكنزول الطراب اليدوي وكنخدم بيدي احسن. بحال هكا غادي نبقى تنخلط حتى تتجمع عندي العجين. من بعد ما كتجمع عندي العجين وكنحصل على عجين بهذا الشكل متماسكه، كنحاول انني نشكل منها كويرات بهذا الشكل ونحطهم في الصينيه اللي كتدخل الفرن. صينية الفرن انا فرشتها بالورق الزبدة او ورق المطبخ. كيمكن لكم فقط تدهنوها بالزيت. من بعد كنجيبو اي اداة باش نحدد الثقوب في الحلوة ديالنا باش من بعد نزينوها. انا جبت سكين عندي الشكل ديالو دائري وغادي ندير ثقوب بحال هذا الشكل في الحلوة. وكتزيين اخر غادي نجيب حبيبات الشوكولاته وغادي نزين الحلوه بحال هذا الشكل باش تعطيني شكل اخر مختلف على الشكل الاول. في هذا الاثناء سنكون شعل الفران باش يسخن وكندخلوا الحلوه ديالتنا الفران اللي يكون متوسط الحراره تقريبا 200 درجه حتى كطيب. اهم نصيحه ان الحلوه ديالتنا ما تعطلش الفران باش تجي معلكه من الداخل. من بعد ما كتخرج الحلوه من الفرن كتكون بهذا الشكل، تنخليوها حتى كتبرد تماما وكنزينوها. غادي نجيبو الشوكولاتة الخاص بالدهن غنديرو في بلاستيكه بهذا الشكل وغادي نزينو الحفر اللي حددناها في الحلوه بهذا الشكل، غنعمروهم بالشوكولاته.
اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم لانها سهله جدا، ثلاث مكونات اللي ساهلين جدا، كنتمنى تعجبكم. كتجي معلكه من الداخل وغنيه بالشوكولاته، كنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، والى الفيديو القادم باذن الله.